أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوارات. ضيف الأسبوع هي مخرجة سينمائية سورية وهي الصديقة مايا منير، التي تعرفت عليها قبل حوالي سنتين من خلال فيلمها جميل والحنين بيت النهرين. أشكر مايا لتواجدها معي وأبدأ معها بالسؤال: ما الذي يشغلك الآن مايا منير؟ يسعد مساك أستاذ عرفان. ما يشغلني الآن إذا بدي فوت بالإجابة بالشكل المباشر، يعني عم بشتغل على إنهاء الفيلم الوثائقي الثاني لإلي اللي هو سارة، وبنفس الوقت كمان عم بشتغل ببداية الفيلم الروائي الأول حياة موازية كاسم مبدئي له. حياة موازية، هل هذه الحياة ماذا ستوازي؟ هذه الحياة هي حياة مريضة ألزهايمر بتعيش بشكل افتراضي على هامش الحياة الواقعية حقيقة، فعم نشوف من الحياة من منظورة لهي الشخصية اللي هي مريضة ألزهايمر، وكيف بتشوف الحياة بالصورة الصيغة الثانية تماما. بالتأكيد هو يعني الآن أنت كثيرين عندي تصور حول كيف يرانا الآخرون وليس كما كيف نراهم نحن. في غالب الأحيان نمر على بعض الناس نتوقع أنهم لا يروننا ولا يشاهدوننا، لكنهم في الحقيقة يشاهدوننا ويروننا، وحتى في بعض الأحوال يحكمون علينا كما نحكم عليهم أو نأخذ قرارات بشأنهم. هذا أيضا يحيل إلى فكرة المقصيين، في غالب الأحيان ننساهم نحن ونعتقد أن خلاص انتهت حياتهم إلى هذه الدرجة، لكن الحياة تستمر، أليس كذلك؟ بالتأكيد تستمر الحياة، ومثل ما نحن هلأ حاليا عم نستمر كلنا. يعني بقدر أحكي شوي عن شعوب مناطقنا سوريا والعراق ولبنان، قديش عم نشوف قديش هالشعوب عم تشوف بالوقت الحالي، ومع ذلك مستمرين وأحياء وعم نشتغل وشغلنا عم نجرب نعمله لنضل عايشين يعني على القليلة. طبعا آخذين بالاعتبار الوضع المفروض من قبل كورونا وعائلتها، ما هو برنامج العمل بالنسبة للوثائقي وبالنسبة للروائي؟ بالنسبة للوثائق، هو فيلم صورت الجزء الأكبر منه بسوريا، وكنت بصدد أنه سفرة معينة على فرنسا وعلقت بلبنان. فهو الفيلم المصور يعني كان بمرحلة أنه بدي أنهي بعض المشاهد التصويرية وفوت بوست برودكشن، فاللي صار حاليا أني وقفت تركت المشاهد اللي بحاجة لتصوير وفتت بمرحلة تحضيرات المونتاج له. فيلم وثائقي عن اسمه سارة بيحكي عن الجمعية السورية لإنقاذ الحيوانات، وهي رح يستغربوا العالم أني أنا عم بشتغل بهالوقت على هاي التيمة يعني، بس أنا من خلال هاي الفيلم وهي الجمعية عم فوت بنقطة كتير خاصة بالحرب وبالوضع الحالي، اللي هي تأثير ميديا الحرب وتأثير الحرب على الأطفال. يعني بالفيلم بنشوف معظم الجرائم السادية ضد الحيوانات من قبل أطفال متأثرين بميديا الحرب، وهنا عم يطبقوا هالشي على الحيوانات كأضعف شيء ممكن يطبق عليه هذا عنف الحرب أو يتفرغ فيه عنف الحرب. فأنا شفت بصراحة يعني بصراحة شفت شيء كتير خطير وكتير لازم ينحط تحت المجهر وينحكى عنه، اللي هو نحن لوين رايحين، الجيل اللي جاي جيل الأطفال الحالي لوين رايح وشو عم يشوف وكيف صار يفكر وشو بده يكون يعني بالمستقبل. مايا، قبل ما أحاورك كنت أتحاور مع مخرج عراقي أعتقد تعرفي أنت، سعد العصامي، اللي أنجز فيلم الشيخ نويل، وهو فيلم قصير يدور أحداثه قبل ليلة عيد الميلاد رجل شيخ كبير مسن بس شيخ باعتبار العمر مع حفيدته، يكتشف أن هناك عائلة مسيحية لتستعد مع عائلة مسيحية مشردة لتستعد للاحتفال بليلة عيد الميلاد. فهذا الرجل اللي عنده عربانة يبيع يحمل شغلات، يحول عربته اللي جرها دابة إلى زي عربانة بابا نويل، ويخلق حالة الاحتفال سواء لحفيدته أو للأطفال الآخرين في هذا المخيم.
هناك أفلام كثيرة تناولت أوضاع الأطفال مثل ما تحضرين أنت، أوضاع الأطفال في الحرب، وغالبا هذه الأفلام تفتقد أو بالأحرى غيب منها بشكل متعمد من قبل مخرجيها الجيل الحالي، جيل البالغين الآن. هناك جيل الأجداد وجيل الأحفاد، هناك في المنتصف الجيل الذي يمارس الحرب عمليا هو الغائب. الآسرة أقوى ما بين جيل الأجداد وجيل الأحفاد. سؤالي اللي كان لسعد الأصامي، هل تعتقد أنه بمقدور الجيل الجديد أن يزيل أو يزيح بعض من خطايا الجيل الحالي الذي ارتكب الحروب والصراعات والدماء والتشريد الذي مورس على الجميع؟ نفس الشيء أسألك إليك وأسألت كريم رحباني أيضا مخرج فيلم شحن، أيضا هناك جيل جد وحفيد، وهناك غياب كامل لجيل الأب أو الآباء. أنت هل تعتقدين أن الجيل القادم الذي يعاني من كل هذه المصاعب الحروب وتأثيرات النفسية عليه والعنف سواء الأسري أو عنف الشارع عليهم، قادرين على أن يحدثوا تغيير ولا راح يكونون الضحايا الجدد؟ أنا بعتقد أنه حسب تجربتي، يعني ما بدي عمم أكثر، أنه جيل الأطفال أو جيل الشاب هو بحاجة لأنقاذ وأنقاذ سريع، لأن المفاهيم بالنسبة له تغيرت كلها. صار القتل طبيعي، قطع الأطراف طبيعي، قطع الرؤوس طبيعي، هذا كله عم يشوفه بشكل يومي بالتلفزيون، عم يشوفه بالشارع. البارودة صارت أمر طبيعي، الرمانة أمر طبيعي، هيدي الأسلحة كلها صارت معتاد عليه، وما عاد شيء مستهجن بالنسبة له. الموضوع الأخلاقي بمكان بعيد جدا، يعني الحرب منعتهم من التعليم، منعتهم من محافظة على المبادئ البسيطة لأبسط أسرة، الأخلاق البسيطة اللي الأسرة بتعلمها لأولادها وللأجيال الصغيرة، هي حتى منشوفها أنه ما عادت موجودة، لأنه الأسرة يا دوب بتلحق تطعميهم وبس، أكثر من هيك ما فيها تأمن لهم يعني. فبشوف أنه جيل بوضع لا يحسد عليه أبداً، وبحاجة لأنقاذ على الصعيد النفسي كتير مهم، وخصوصي الأطفال. يعني الموضوع ما أنه موضوع مزحة أو موضوع للعب حتى. يعني الآن راح نشوف مشاهد من فيلمك بيت النهرين، واللي تناولتي به حالة خاصة إلى تاريخ عميق بالمنطقة بشكل عام، وهم الصابئة المندائيون. راح نشوف المشاهد ونرجع نتحدث بالتفصيل أكثر عن بيت النهرين. وهي زاخ 40 و30 يوم، و40 و30 ليلة، منبوهي إذني يا إلهي مية شومي، ومنبوهي إذني يا تاهي من أرقع أتون وطبع طوري وطبع إرماثة، هي زاخ المقولي بمية نسب. يوهان مايا، شفنا بعض المشاهد من فيلمك الوثائقي، وأنا عندي صعوبة أن أسمي وثائقي لأنه يروي قصة أو قصص ناس بشر، وعندما يتمكن الفيلم من رواية حياة بشر لا يعود وثائقي وإنما هو حياة معاشة، وبالتالي ممكن أن ينطبق عليه مواصفات الفيلم الواقعي أكثر من أن أسمي فيلم روائي. أنت تناولتي هذا الموضوع عن 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 أوضاع شعب يمثل تاريخ المنطقة، لأنه المندائيين ليسوا جددا وليسوا طارئين على المنطقة، إن لم نقل هم أهل البلد، بالذات بالعراق، في جنوب العراق وفي هذا الوادي ما بين النهرين. ما الذي دفعك أن تذهبي لتروي قصص هؤلاء الناس؟ السابق المندائيين وقت تناولت موضوعهم بالدرجة الأولى، هني بالنسبة إلي بالشكل الشخصي هني مكون تراثي إنساني قبل ما يكونوا طائفة دينية. أنا هذا اللي شفته بصراحة، شفت أنه هو مكون مثل كل مكونات هالبلاد الجميلة اللي هي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، عم يندثر
وعم يندسر بطريقة بشعة، وهو شيء بيشبه ألواننا نحن، كيف نحن بهالألوان، وعم تختفي وعم نصير جزء من هيدي العولمة الرمادية مثل ما فينا نقول. وقت نحن السوريين عشنا الحرب حسينا أكثر بالعراقيين، صار وجود لاجئ عراقي بسوريا بخلينا نكون فرحانين انه في حدا بعد قادر يتحمل بلدنا معنا. في شيء غريب بهذا الكم الحضاري اللي كانت بهالبلاد، وكيف صرنا، شو لوين اخذتنا الحرب، وشو عملت فينا، وشو كيف شوهتنا، وشو كيف اذتنا، وكيف خربتنا هذا الارث الحضاري اللي بالاخر وصل لانه نحن ننتهي، وصلنا للنهايه. المندعيين العراقيين، وانا عندي يعني اصدقاء منذ الطفوله اعرفهم بشكل جيد، وانا طفل عمري 4-5 سنين كانت جدتي في يوم من ايام السنه تعطيني صحن تقول لي توديه للبيت المقابل، كانت في عائله مندائيه، وانا ما اعرف ايش تعني صبي او مندائي، يعني توصل هذا ما تتكلم ولا كلمه، تطرق الباب يطلعوا لك تسلمهم وترجع، ما تتكلم. هم اصدقائي اعرفهم يعني الاولاد العب معهم، قالت لي اليوم ما تتكلم معهم لانه كان عندهم طقس الصيام عن الكلام. شعب معروف بالتصاقه بالارض، شعب معروف بوطنيته العراقيه، وشعب منفتح على الاخرين ومتسامح، وتعرض الى اشكالات كثيره بالذات خلال فترة حكم صدام حسين وما بعده، لأن غالبية أبناء هذا الشعب كانوا من اليساريين أو قريبين على الحزب الشيوعي العراقي، لكن هم مثل ما قلت منفتحين. أنت ذهبت إليهم، لم يأتوا إليك هم، وإنما ذهبت إليهم وشاركت طقوسهم، كيف كانت آصرتهم معك خلال فترة التصوير، وما الذي رغبوا أن يقولوا من خلالك؟ بالبداية أنا وقت حضرت بشكل بمصادفة تامة وزهلت بصراحة، يعني كانت القصة مثل صدفة إني يعني قدرت شوف طقس التعميد وطقس رأس السنة المندائية وحضرته. هذا الطقس اللي عم تحكي عنه بيكونوا صايمين قبله فعلاً عن الكلام وعن الحكي وعن الطبخ وعن كل شيء، بيصوموا 3 أيام بعتقد قبله، ما بيقوموا بأي فعل، حتى سكر المي في له طقس معين ليسكروه ويفتحوه فيه. فصارت صدفة أني قدرت أحضرها بسوريا وحسيت حالي مثلي عم يحضر فيلم تاريخي قديم، ناس بقلب مسبح عم يلبسوا ملابس خاصة عم يعملوا طقوس خاصة، فأنا زهلت وسحرت بصرياً أنه معقول نحن بهالدرجة من الجهل أو الأمية أنه نحن هدول جيراننا، يعني جيراننا وعايشين معنا وعايشين ما بنعرف عنه شيء. فحسيت بخزي من هذا الجهل اللي نحن عنا إياه. صار عندي فضول أتعرف أكثر واستكشفت قديش هني بيحملوا قيم مسالمة كديانة إبراهيمية، يعني يمكن حتى بين قوسين فينا نصنفهم كأكثر الديانات الإبراهيمية تسامح وسلمية فينا نقول. فتت على العيلة هدول اللي صورت معهم، كانوا من ألطف العيال، وكان يعني إذا نرجع لسؤالك إنه شو هني همهم يصوروا بالفيلم، كان همهم يصوروا قديش هني متشظين أو متقسمين على كل الكرة الأرضية وقديش هني فاقدين لعائلاتهم، يعني هذا التشظي كان ذابحهم على الآخر وكان مؤذي ومؤلم جدا لألهم، وأنا هذا كتير لمسني وكتير ألمني. هذا أكثر شيء ألمني، إنه الإنسان تقصي من جذوره، شقد ما يحاول يبني بالمجتمع الجديد راح يكون بلا جذور. وطن بداخلك، مو قطعة أرض لازم تربطي حالك فيها وخلاص، يا بتعيشي فيها يا بتموتي بلاها. صار رجوعهم للعراق كيف الجرح عم تفتحينه. أنت عشتي طقس التعميد الذي يمارس من قبل المندائيين، وهذا الطقس هو أصل التعميد المسيحي، يوحنا المعمدان يمارس التعميد بالضبط على 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 هذه الطريقة، وأنت قلتي أن هذا الدين يمكن أكثر الأديان إبراهيمية وعراقة أيضا. في هذا الدين هناك حضور مهم للماء، الماء الذي يمنح الحياة، الذي يطهر، الذي يعمد، الذي يفتح الطريق أمام
الكائن حتى يبدأ حياته، يمنحه مفتاح الحياة. وأنت سميتي فيلمك بيت النهرين، بيت المائين، ممكن أنا أسميه أنا في هذه الحالة. كيف كانت علاقتك أو عاصرتك أنت مع النهر، مع الماء، مع المكان الذي يتم فيه النقاء؟ كانت بالنسبة لي مفارقة، موضوع الماء تحديداً كان بالنسبة لي مفارقة، واستخدمت لقطة كتير بالفيلم، ما بعرف قديش وصلت أو ما وصلت، الرسالة كانت كتير واضحة. النهرين بالنسبة لي هن الشعبين، هن سوريا والعراق، وبيت النهرين هو هالمكان اللي حوى الشعبين اللي هن دجلة والفرات، سوريا والعراق، هاي الأرض اللي هي عمرها آلاف السنين، وهي أرض، حتى كلمة الأردن أو يردنا هي جاي من المندائية، يردنا هي نهر بالمندائي، فحتى اسم نهر الأردن جاي من كلمة نهر المندائي اللي كانت تصير فيه طقوس التعميد تبعهم. فبعد كل هاي العراقة بتشوف الشعوب سواء بسوريا أو بالعراق ناطرة لتشتري المي من بياع مية الفيجة أو مية البقين، بياع الدور ليشتري بيدون هالمي أو جالون هالمي البلاستيك ليعبيه، ويضطر هيك يتعامل معه بحرص شديد بالبيت. دجلة والعراق صاروا بيدونين مي بلاستيك بالآخر، ونحن عم ننزل لنشتري هون. حرم أهل الماء من الماء للأسف الشديد. أوكي مايا، أنا طبعا أشكرك شكر جزيل، وراح أظل أتابع معاك المشروعين القادمين، وبالتأكيد واثق أنه راح تطلع تجربتين جميلتين. شكرا جزيلا لك لهذا الوقت اللي خصصتي لي، وعلى أمل أن ألتقيك مرة أخرى. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على الوقت الذي خصصتموه لنا، حتى ألتقيكم مرة أخرى. لكم مني آلاف التحايا وملايين الأماني. صار 12 سنة أصرخ، يوميا أصرخ، بس ما نقدر نغير قدرنا.